السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات ولولياء الأمور، معكم مستر ماجد نجيب فهيم معلم خبير ساينس. إن شاء الله النهاردة هنعرف إزاي تبدأ الدراسة إمتى ومواعيد الفعلية للعام الدراسي الجديد 2021-2022. زي ما احنا شايفين مع بعض إن تبدأ الدراسة إن شاء الله يوم السبت 9/10/2021، دي المدرسة اللي تفتح يوم السبت، أما اللي عندهم أجازة السبت هتفتح 10/10/2021 وينتهي الخميس 16/6/2022، يعني بداية العام الدراسي 9/10 ونهاية 16/6/2022 ويستمر لمدة 34 أسبوع. طبعا الدراسة في فصل الدراسة الأول بتكون 93 يوم و 97 يوم، الفصل الدراسة الثاني يعني على بعض 190 يوم، ما يعادل 32 أسبوع. طبعا الأسبوعين التانيين نقول احنا بيعتبر فترة امتحانات، دي يعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور. تعال نشوف التفاصيل بالظبط. احنا قلنا الدراسة هتبدأ يوم 9/10 ان شاء الله، هتكون اجازة نصف العام من السبت 5/2/22 حتى الخميس 17/2/22 لمدة اسبوعين. يبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم 19/2 وحتى الخميس 9/6. طب الامتحانات بتكون لصفوف النقل والشهادة الاعدادية طبعا الترم الثاني يوم السبت 7/5، امتحانات الثانوية العامة ان شاء الله 22/11/6 السبت، امتحانات الدبلومات بتكون 21/5/22 والعملية يوم 11/6/22. دي بالنسبة للأيام الفعلية. وزي ما احنا شايفين مع بعض الخريطة الزمنية للعام الدراسي على 2021-2022 منزلها الوزارة، موقع الوزارة. بيبدأ الفصل الدراسي الأول 9/10/21 حتى الخميس 13/1/22. الامتحانات تبدأ امتى النقل بتاعة الفصل الدراسي الأول؟ 15/1/2022 يوم السبت، 15/1/2022. طب الفصل الدراسي الثاني أجازة نص السنة هتكون من يوم 5/2 السبت حتى الخميس 17/2 لمدة أسبوعين. الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الجديد طبعا الترم الثاني او الفصل الدراسي الثاني، يبدأ الفصل الدراسي الثاني امتى؟ السبت 19/2 وحتى الخميس 9/6. طب الامتحانات نهاية العام طبعا صفوف النقل والشهادة الاعدادية السبت 7/5، الثانوية العامة 11/6، الدبلومات الفنية، الامتحانات النظرية 21/5، الامتحانات العملية 11/6. كل دي ايام طبعا حسب ظروف الجو او حسب الظروف الصحية للبلد، ولو في كورونا او مفيش كورونا مش عارفين هيحصل ايه في الكلام ده كله، بس دي لغاية دلوقتي هي الايام الفعلية اللي نزلت على موقع الوزارة. ياريت المشترك في القناة يشترك، يفعل زر الجرس، يعمل لايك، يعمل شير، وياريت تابعونا من الشهر الجاي نبدأ نشرح مناهج إن شاء الله الساينس والعلوم سواء كان باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية من الشهر الجاي من الصف الرابع للصف الثالث الإعدادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.